خليفة أبو بكر يريد أن يؤكد الريادة بالنسبة للفهود الغرافة. يا من تتابع عبر قنوات الكاس في الجهة اليسرى، ولدينا العربي باللون الأحمر في الجهة اليمنى بنفس الاسم. مرة ساسي خطيرة الكرة لدى ياسين، لا زال الخطر موجود لمصلحة الفهود. هذه لدينا محاولة الآن واحدة ممكن أن يا حلوة التفويت يا أوروغوياني إلى إلى خارج أرضية الميدان، لكن جملة حلوة الجملة التي لعبت بالنسبة للغرافة كانت جميلة. اللي يستغل الفرص اللي تجي، شكله متسلل شكله متسلل شكله متسلل 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 من البداية من البداية من البداية. وأنا ما حبيت أخذك في الحماس لأن كانت واضحة عملية التسلل، لأن كانت واضحة عملية التسلل، ولذلك ما حبيت أوديك وياي إلى انفعال وتقول جول وبعدين من حتى على مستوى المدرج إذا رأيته جماهير العربي تحضر بشكل أكبر. هذه كرة عمرو السراج إلى فريد بولاية، بولاية فرجاني، فرجاني فريد، فريد ياسين، ياسين ياسين ياسين، الله الله الله، أول الخطر والتحذير الأصفر يأتي عن طريق ياسين إبراهيمي. انظر انظر إلى هذه النقلات، انظر إلى هذه الكرات، وبعد ذلك تسديدة جاسم الهيل أبعدها إلى ركنية لمصلحة الغرافة. الغرافة خليني أقعد إلى فرجاني، فرجاني فرجاني ينتظر، يمرر إلى ياسين، ياسين مع سيف الدين، ياسين يبي واحدة من مسافة، أوبا ياسين أوبا ياسين أوبا ياسين أوبا 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 أوبا، علاء ماذا تضيع يا أحمد يا علاء؟ ماذا أضاء أحمد على خطرين جدا؟ الفهود يقتربون لكنهم لا يسجلون، هم الأخطر. نعم في شوط اللقاء، أوبا شوف دخل اثنين، فيراتي دخل في سيمو ولكنه سددها في شوط اللقاء الأول. كرة لعبت لاحية اليانكو لكنها إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة محمد الشريف، شوف شال الكرة من يد المدرب، شال الكرة من يد المدرب. شال الكرة من يد واحد يرد على الثاني، ولذلك فالأمر يونس ترى برا الملعب كلام ثاني، لا تشوفه شيء يعني، يعني انت 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 مع اوكي حكم موجود برا الملعب يونس المدرب. تلمس كرة ليس بمهنتك مسك الكرة، فهمت شلون؟ جاءتي اليمنى عن طريق فرجاني في منتصف ملعب اللقاء يتقد، الله على كرة جميلة للغاية عن طريق احمد علاء يتوغل على الله، هذا هذا حلو رمضان، هذه تمريرة حلوة لكن أيضا كان هناك مجهودا كيا عين يا عين إذا ما حلوت، يا عين إذا ما كملت، يا عين إذا ما تم التمرير بطريقة ممتازة، لكن أحمد علاء أكمل العمل بشكل العمل الآن. رافينيا في الجهة اليمنى، إبراهيم عرضية خطيرة، اليانكو يبعدها وفريد بولاية والراد يا عقيد، الله الله، كاد أن يسجل لدينا عمر السومة ولكن الكرة مرت، انظر إلى اللقطة الماضية صدت في سينو الثاني ومرت بجواري القائم الأيسر إلى خارج رمية جانبية. جاسم جابر إلى رافينيا، حلوة من رافينيا، يعني على تكمل عقد، الله على كرة وبعد ذلك لازالت خطيرة. يا ما فعل العربي، لكن شوف شوف هذه، شوف إذا ما تبي ما تبي، إذا ما تحب ما تحب، القائد تعود من فابريسيو، فابريسيو يحولها والتدخل، طر
طرد لسيمو، طرد لسيمو يأتي الآن على سيمو. فتح يده، فتح يده، البطاقة الحمراء التي تأتي الآن، هو أشهر الصفرة، وبطاقة حمراء لسيمو، بطاقة حمراء تأتي لسيمو. هكذا هو قرار محمد الشريف. هل كان صائبا؟ هل كان سليما؟ لا أعلم، لكن اهدى 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 يا جماعة، اهدى يا سيمو، اهدى يا سيمو. هذا هو التدخل الذي كان من سيمو مع فابريسيو دياز، مع فابريسيو دياز. هذا هو التدخل الذي كان لك الحق أن تنتهي أبدا هذه اللقطة. وبعد ذلك يا ليانكو، يا ليانكو، خطرة، متعمد أم غير متعمد؟ لأنه كان هو في الهواء ونزل على الزومة. هل زاد رجله ولا ما زاد؟ هذا أيضا أمر، هذا أيضا أمر، هذا أيضا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا. ماركو فيراتي، هذا محمد الشريف يتدخل، والحديث الآن الذي يأتي 9 دقائق، وأعتقد بأن هناك فيها أيضا أكثر من 9، فيها أكثر من 9، لأنه الآن يسقط عمر السومة للعلاج. هذه اللقطة شوف راح فوق زين، هل كان، شوف هل كان فيها تعمد؟ هل زاد وكمل عليه؟ أيضا هذه، هذه أيضا شوف، هذه 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 اللقطة، هذه اللقطة، هذه خطوط، خطوط والله، خطوط والله، خطوط يا عمر، سلامات يا عمر. هذا صدر عمر تشكل بخطوط اليانكو في الكرة الماضية، وهذا اليانكو، وهذا اليانكو. غسل وجهه، هدي أموره، قال له أنت تحتي، يعني أنا ما شفتك وما كنت متعمد، ولذلك مر الأمر. اليانكو، اليانكو اليوم يعني محمد علاء في عملية إبعادها عن طريق علاء الدين محمد في الجهة اليمنى، يحاول الآن عن طريق رافينيا، رافينيا 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 رافينيا، تلعب الكرة الخطيرة، خطيرة عربي فرجاني في اللحظة الأخيرة، في اللحظة الأخيرة الأولى خليفة أبعدها، وفي النهاية اللقطة الأخيرة أبعدها، أبعدها فرجاني الزاسي من أمامي. شوف من أمام فتحي، الله الله على كرات العربي، نقلات العربي الأولى من خليفة، الثانية من فرجاني. جدا فهود الغرافة لمناصفة الصدارة، محمد الشريف يعلن ذلك. والعقبة الأكبر كانت عربوية، مباراة في شوطها الثاني قدمت لنا الكثير من الفصول والإثارة والمتعة، وفي النهاية الغرافة ينتصر مجددا ويرتقي إلى النقطة 40، في حين يبقى العربي عند النقطة 23. بعد لحظات فهيد وإبراهيم الغانم، إلى اللقاء.